المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى ملف الليلة. رفضا لثقافة تطويع الإعلام، اتساع حملة التضامن الصحفية والشعبية مع الميادين من العالم العربي إلى أمريكا اللاتينية. ومع تأييد القضايا المحقة للشعوب ورفض العنف والإرهاب، محاولة قهر الميادين تتحول إلى قضية رأي عام. تحت عنوان رفض سياسة تطويع الإعلام الداعي إلى التوازن والرافض لسياسات العنف والإرهاب، باتت محاولات قهر الميادين وإقصائها قضية رأي عام. امتدت ميادينها الشعبية والسياسية والثقافية والإعلامية من فلسطين والعالم العربي إلى أمريكا اللاتينية. قوى وأحزاب ونقابات وأندية إعلامية وثقافية عربية وأجنبية أعلنت تضامنها مع الميادين، وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بالمواقف الرافضة لمحاولات تدجينها، ومعلنة الدفاع عن ثقافة إعلامية جديدة تلتزم التوازن والانحياز إلى قضايا الشعوب وفي مقدمها فلسطين. فهل ستشكل محاولة إقصاء الميادين مدخلا إلى تكريس مقاربة إعلامية جديدة للقضايا والأزمات والحروب التي تعصف بالعالم العربي؟ هذا ما سنناقشه الليلة في المسائية. نتوقف أولا مع موجز لأهم الأخبار.